أهلا بكم في هذا اللقاء الأول الداخلي، اللقاء الأول التشاوري حول برنامج على الجلاء. لأقتعينا أنه هذا مسلسل لدينا، وأقتعينا أنه أول إجباع فقط للإخوة أعضاء المجلس زائد الإخوة أعضاء هيئة المساواة مقاربة النوع تكافؤ الفرص مع بعض الإخوان الأطر ديال الجماعة اللي هو يشاركوا معنا. بالأساس اللقاء اليوم، وأنا قلتها للإخوان سابقا، أن هذه الهيئة في المجلس ولا الهيئة هي ماشي هيئة تشاورية بقدر ما حنا اللي غنقولوا غنكونوا من بعد في المسلسل اللي غنطلقوه آلية التشاور مع باقي الهيئات الجماعية. أكيد بأنه المدينة ديالنا الحمد لله تعرف واحد النسيج جمعوي وسياسي كبير وكبير جدا، وحنا عارفين بأننا خصنا نبذلوا واحد المجهود كبير باش نتواصلوا معهم، باش نوصلوا لهم الجميع، باش نسمعوا الأفكار ديالهم الجميع، على أساس أننا اليوم بغينا واحد الإلغام، بغينا واحد برنامج العمل اللي يكون كل شيء شارك فيه المشرع ومن ورائه الإرادة ديال الدولة ديالنا. أراد بأنه العمل الجماعي يجب أن يكون منظما ويكون بلانيفي باش نقدروا نديروا به التقييم اللازم. وهذا التنظيم وهذا البلانيفيكاسيون المشرع أيضا أرادها أن تكون بشكل تشاوري مع كل المكونات، يعني لو سيستيم كامل لا السياسي ولا الجماعي. فاليوم حنا الحمد لله عازمين على أنه غادي يكون مسار طويل مكتف، ماشي طويل لأنه عندنا الأجال اللي خصنا بالمعنى الزمني، ولكن مسار مكتف جدا على أساس أننا خصنا نوصلوا لكل شيء، كاع الهيئات الجمعوية السياسية الفعاليات الاقتصادية، كل شيء اليوم خصو يعطينا الأفكار اللي عنده، كل شيء اليوم خصو يوصل لنا أشنو بغا يشوف في هذه المدينة من هنا الخمس سنوات. سعيد جدا باش نتلاقى في هذا اللقاء يعني التشاوري الهام، وسعيد ايضا ان اكون رفقة عضواء واعضاء الهيئة ديال المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع ضمن اولى الحلقات التشاورية المهمة حول واحد البرنامج اللي عنده كيكتسي واحد القيمة كبرى في المسلسل ديال تدخل ديال الجماعات الترابية بلادنا، ومن الجماعة ديال المسؤولين اللي أكيد البرنامج غيكون هو واحد خطة طريق، أولا تكون طموحة، ثانيا موضوعية، ثالثا كتراعي الإمكانيات الذاتية ديال الجماعة والإمكانيات التي يمكن أن تعبئها الجماعة مع باقي الشركاء والفاعلين. لابد بهذه المناسبة باش نتوجه الشكر لكل مكونات المجلس ديال جماعة الأسفي في الحقيقة اللي لمسنا فيهم واحد الروح ديال الحماس، واحد الروح ديال الإبداع على مستوى الإنتاج ديال يعني الأفكار والمشاريع اللي كانت تقترح على مستوى برنامج عمل. ولا تفوتون الفرصة باش نشدد الشكر والتحية والامتنان والاعتزاز لثقتكم بكل عضوة وأعضاء الهيئة ديال المساواة. طبعا هذه فرصة لازم أننا نساهم فيها بقدر ما معين من الأفكار ومن يعني تقاسم بعض التجارب مع كل يعني المتدخلين الترابيين. وأنا يعني بهذه المناسبة لابد باش نضيف إلى الكتراج اللي أعطاه السيد الرئيس يعني هذا الإطار العام اللي حاول ما يمكن أن أطلب به المداخلة الافتتاحية لهذا اللقاء، ونقول بأن هو البرنامج ديال عمل الجماعة هو برنامج اللي خصو يعكس لنا يعني أولا كل الرقى اللي يمكن تشوفوها في المستقبل الأسفي يعني في الأمام. إذا اليوم ينطلق المسلسل التشاوري حول برنامج عمل الجماعة، كيف شفتوا هذا اللقاء الأول الداخلي اللي حرصنا أنه يكون فيه بالأساس يعني لقاء تشاوري مع أعضاء المجلس كاملين ومع أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، على أساس أننا كنقولوا أعضاء المجلس وأعضاء هذه الهيئة خصهم يكونوا هما في الآلية ديال التشاور
مع النسيج الجمعوي اللي الحمد لله كبير في مدينة آسفي. غادي نتشاوروا ايضا نحرصوا على نكونوا تكون لقاءات تشاوريه مع الفعاليات السياسيه والفعاليات الاقتصاديه، على اساس انه في الاخير غادي نعطوا للمدينه واحد لو دوكيمون اللي هو برنامج عمل الجماعه، اللي كنقولوا ان شاء الله خصنا نكونوا فيه طموحين بواقعيه، نكونوا طموحين نحدوا فيه الحاجيات الحقيقيه ديال المدينه، واللي نكونوا قادرين اننا نوفروا لها ان شاء الله الاعتمادات اللازمه. وبالاساس اليوم اللقاء هو كنحاولوا اننا نعطيو فيه التوجهات الكبرى للبرنامج العمل الجماعي، يعني كيفاش غنديروا اللقاءات التشاوريه، كيفاش غنديروا الاعداد لهذا البرنامج. انا بالنسبه لي شخصيا مازال غادي نكون تفاعل مع الاخوان، ولكن شخصيا بالنسبه لي سؤال تحديد الهويه ديال المدينه يعني في مجال واحد هو سؤال متجاوز، على اساس اليوم خصنا نشوفوا فين كاين عندنا الفرص، فين كاين عندنا لي زوبورتينيتي ديال المدينه كامله، خصنا ديفلوبلو. اكيد ليا اليوم حنا كيف كتلاحظوا اننا حرصنا من بدايه الاشتغال ديالنا داخل المجلس على اننا نشتغلوا بواحد التناغم كبير، خاصه مع الفعاليات الاقتصاديه اللي ممكن تكون زعما كمؤسسه داعمه للعمل ديال المجلس. وانا كيف كنقول ديما من نهار اشتغلنا وحنا تلاحظوا بانه جميع المؤسسات وعلى راسها المكتب الشريف الفوسفات الان تبدي رغبتها انها تشتغل زعما توفر دعم كبير للمجلس الجماعي ديال الاسفي. وتنقولوا بانه اليوم هو الوقت ولا سي لو طون دو روندغ اوماج للمدينه، خاصه من طرف بعض المؤسسات الكبيره اللي اشتغلت فيها لسنوات على راسها لوسيق. شكرا لكل القنوات وكل المنابر الاعلاميه اللي شاركت معنا اليوم. طبعا احنا كهيئه استشاريه للمساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع على مستوى الجامعه الترابيه ديال اسفي، انخرطنا بشكل ايجابي على مستوى اللقاء الاول التشاوري مع الجماعه ديال الاسفي من اجل بلوره واحد المجموعه ديال الافكار وواحد المجموعه ديال الاقتراحات من اجل تاسيس لرؤيه مستقبليه استشرافيه للمدينه، انطلاقا من الوثيقه ديال البرنامج ديال عمل الجماعه اللي هو يعني مصدر يعني ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للجماعه المتعلق بالجماعات 113-14 خصوصا في الماده ديالو 78. طبعا على مستوى الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، طبعا بادرنا واشتغلنا وعملنا الاجتماع الاول ديالنا وحاولنا ما امكن يعني نوضعوا يعني المحاور الاستراتيجيه للاشتغال ديالنا واللي غنركزوا فيها بشكل كبير على مستوى يعني توزيع النقاش مع واحد العدد ديال المكونات وديال الفاعلين الترابيين من اجل تجويد يعني القرار الترابي وتجويد يعني البرنامج ديال العمل الجماعه. هذا بالاضافه الى كون ان الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع ستشتغل يعني وفق واحد المذكره يعني ترافعيه اللي غادي تتعدها انطلاقا من توسيع يعني المشاورات مع عدد يعني من المتدخلين الترابيين واعداد مذكره وتقديمها للمجلس الجماعه على اساس انها تعزز وتدعم الوثيقه ديال برنامج عمل ديال الجماعه. شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.